مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نايم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا جديد اليوم بيحكي عن لعبة كابتن ماجد اللي قادمة أجهزة الكونسول والبي سي ونينتندو سويتش ب 2020، فخليكم مع الفيديو. مثل ما بنعرف كلياتنا، بنعرف كابتن ماجد اللي هو مسلسل كرتوني ايام زمان، وقت كنا نتفرج عليه على سبيس تون، وقت كنا نقعد نستناه 4 5 ايام لحتى يشوط الكره تبعه. 1988 نزلوا اول لعبه لإله، كانت ايام زمان على الاجهزه القديمه والاتاري لو بتتذكروها. هلا 2020 نزلوا لعبه جديده او نسخه جديده لكابتن ماجد اللي هي مثل مظاهره امامكم الجيم بلاي تبعها، رح تنزل خلال هاي السنة لأجهزة البي سي على منصة ستيم والكونسول والنينتندو سويتش. رح تكون هاي اللعبة عبارة عن مودين، مود اونلاين ومود قصة. مود القصة بقى دوري الحارات ودوري اماكن طوكيو واليابان وهيك، والاونلاين كنت تلعبها انت وناس، وفيها شغلة مميزات اللي هي مثلا اهم المميزات اللي هلا يعني انا عرفتها وقريت عنها اللعبة، انه كل شخصية الى ميزات، مسائل تأثيرات، شلون بتشوت، شلون يعني شلون سرعة الضرب، شلون الركض، يعني كل شخصية إلى ميزة مثل ما هو بالمسلسل كانت، يعني مو إنه لعبة مفتوحة مثلا إنه خلص كرة وخلص، لا كل شخصية إلى ميزة مثل أيام المسلسل. وإذا أنت بتعرف هذا اللي بشوت شوت التايجر وهذا اللي بشوت شوت النسر وهيك، يعني كانت لعبة ممتعة وحلوة رح تكون، يعني لو نزلت خلال هاي السنة إن شاء الله، يعني مثل ما قالت الشركة ومثل ما اكدت الشركه، ان شاء الله رح اشتريها دغري انا ورح نزلها على القناه، نزلها جيم بلاي. هذا اول جيم بلاي نزل الي على النت اللي هو ظاهر امامكم هلا، مثل ما شايفين كل واحد له حركات وله شغلات، بس ان شاء الله ما تكون شوطه كابتن ماجد اللي هي بتضل 4 5 ايام، يعني كثير رح تطول هيك الموضوع. فلعبه حلوه ومسليه وفيها شغله انه انت ما بتقدر تستخدم ميزات اللاعبين غير كذا مره بالجيم، يعني اي مرات محدده بالجيم بتقدر تستخدم منه ميزات، مثل هاي الميزة اللي طلعت امامكم اللي هي انه ضربه بالكتف بدون ما ياخد فاول او شيء. هاي ميزة من ميزات لاعب، يعني كل لاعب له هيك ميزة انا قريت عنها، بس انا اختصرت لكم الموضوع باقل وقت ممكن بس مشان تعرفوا اللعبة اذا انتم مهتمين بهيك العاب وبهيك مسلسلات. واذا عجبتك هيك سلسلة وهيك شغلات مراجعة العاب جديدة او شرح عنها، يا ريت تكتب لي بكومنت وانا رح صير تابع ونزل لك شغلات منوعه، يعني ما رح بس ثبت على فورتنايت وجيم بلاي وايبكس، رح شغلات منوعه كتير. فيا ريت اذا انت اول مره تشوف الفيديو عندي على القناه تشترك تفعل زر الجرس، واذا مشترك بالقناه بقول الله يساعدك على الدعم الاخير اللي اجاني منكم كلياتكم، وبرعايه الله جميعا.